ايه ناوي على ايه بقى كده ان شاء الله؟ هتكملي علامك ولا هتجرشي في البيت زي اخواتك؟ انت حر. لا يا بابا عايزه اكمل. تجرش ده ايه يا بابا؟ ده مجموعه هيدخلها الطب. مش عايزه ادخل طب. ليه بقى؟ هو انت لما تبقي دكتوره كده يبقى وحش؟ وحش ده تبقى عسل وهي لابسه البلطو الابيض كده. قلتها يطولها شويه مش كده ولا ايه يا الله يجازيك يا فاطمه. انت عارفه رايي، الولاد يتعلموا اللي هم نفسهم فيه. اصل يا بابا حضرتك ما انتش عارف، دي عايزه تروح الجامعه الامريكيه. يا مصيبتي، امريكيه دي اللي عايزه تروحيها؟ ما كفايه اخوك هتسرسبهم قدام عينيا كده واحد ورا التاني، احنا ناقصين سفر. ما تتكلم يا عبد. انت فاكراني هوافق؟ انا ما عنديش بنات يسافروا بره لوحدهم ابدا. اضحكوا اضحكوا، ما تلاقي كنتوا اللي وزنها، ما انت وش اذى. ايه يا ماما؟ يا بابا في ايه؟ حد قال لك ان انا هسافر بره؟ لا اله الا يا بنتي فهميني، ازاي عايزه تدرسي في البتاع الامريكاني دي وازاي مش هتسافري؟ هو انت فاكر ان الجامعه الامريكيه دي في امريكا؟ امال فين؟ في مصر. طلعت في مصر؟ طلعت في مصر يا فاطمه. ابقي اتاكدي واستفسري كويس قبل ما تخليني اطلع غلطان قصاد العيال. يا اخويا وانا ش عرفني عجايب. ايه؟ خلاص يلا حصل خير. بابا مصاريفها يعني كتير شويه. ولا يهمك، ما دام بتتعلمي خلاص انا هصرف عليكي لحد ما تقولي لي استكفيت علام. يحيى بابا قولوا معايا تعيش لنا يا رب يا رب. ايدك بقى على 14365 جنيه. 14365 جنيه دول المصاريف بتوع السنه في الجامعه دي؟ سنه ايه يا بابا؟ ده في السمستر الواحد. الايه؟ الترم الواحد. الايه؟ كل اربع شهور والسنه ثمان شهور يعني مرتين. مرتين؟ اه. قلت كام؟ 14000 كام؟ 14365. يعني السنه يبقى 14 28 و300 و365 130. يعني السنه 28730 جنيه المصاريف؟ دي المصاريف بس، لسه بقى الكتب كمان. ليه؟ هيدوكوا شهاده ذهب ولا هتروحوها كل يوم راكبين طياره؟ يا ولي يا ولي، الراجل لسه معين ابنك من يومين ورابط له ماهيه كويسه، عايزاني بكره اقول له ادي بنتك ابني. طب وفيها ايه؟ ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعبت مال ده كله يروح على الفاضي؟ لا تعبتني ما راحش على الفاضي، اهو نجح وخد الشهاده وتوظف بعدها بيوم وبياخد احسن ما هي وكل زمايله بيحسدوه عليها. بيحسدوه عليها وعلى الشهاده، وانا عايزاهم يحسدوه كمان على العروسه. واحده 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 يا فتحيه، الراجل يقول ايه؟ بعد المذاكره وشها قال لي الوقت ده كله الراجل ما اقول ايه؟ ايه؟ طب ايه رايك تقرا فاتحه مع الحاج وبعد كده نلبس شبكه؟ الحاج ما بيعترفش بالكلام ده، ما بيعترفش بالخطوبه، عنده جواز على طول. انت جاهزه؟ جاهزه يا اخويا، داخله الجمعيه ب 150 جنيه، هو لازمه كام يعني؟ شوف اللي قبلك دفعه ايه وانت تعرف. بأمارة الجوازات ما نفعت الحقيقة. وهو يعني عشان الجوازات ما نفعتش عايزاه يديك التالتة ببلاش؟ وبعدين ده الحاج عبد الغفور البرعي، عارفة يعني ايه؟ عارفة يا اخويا عارفة، زبل عليك عارفة. عارفة الحاج عبد الغفور اللي لا يمكن يقول لخمراته لا. اه يا ولية يا وليه حرام عليكي سيبيني انام، انا راجل شقيان طول النهار، وانت من ساعه ابنك ما خد الشهاده وانت على الموال ده كل يوم، سيبيني انام حرام عليك يا حرام. ترى ايه يا ابو السيد؟ هو انا بكلمك يا اخويا عن حد غريب؟ ده ابنك ديناك. دنايا؟